اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسبيلا ممهدا ميسرا إلى الجنة. نحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين به، حمد المقرين بجوده وإحسانه، حمد المعترفين بآلائه وأفضاله، حمد الطامعين في مزيده، حمد الطامعين في واسع رحمته وفي عظيم مغفرته. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي ونسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى الآل والصحب أجمعين، وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم وتخلق بخلقهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل لموقع جريدة القناطرة، هذا الموقع المتميز الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهله وأن يوفق القائمين عليه إلى ما يحبه ويرضاه وإلى تحقيق النفع لهذه المدينة التي نحن من ترابها وأكلنا من ثمارها ولازلنا نعيش فيها. نسأل الله جل وعلا أن يكون هذا الموقع رافعة خير وأن يكون رائد خير في هذا المقام. إذن أشكر للقائمين على هذه الجريدة الإلكترونية، كل واحد باسمه وجميلي واسمه، على هذه الدعوة الكريمة التي شرفوني بها، وعلى أن فتحوا لي مجالا وحيزا واسعا لأتواصل مع أهلي وأهل مدينة الكرام، المدينة الغالية على قلوبنا جميعا، مدينة القناطرة. وكذلك أتوجه بالتبريك لأهل القناطرة بمناسبة حلول شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وبالرحمات والبركات والخيرات الحسان، وبالعتق من النيران، وبالفوز بالجنان مع نبينا محمد المصطفى العدنان. بعد هذا الثناء وبعد هذا التبريك لأهلي القنيطرة وللمواطنين عموما، أشكر لإدارة الجريدة على أنها فكرت في هذا الأمر، فكرت في استضافة أهل الدعوة إلى الله جل وعلا من علماء ومن خطباء ومن أئمة، وهي سابقة إلى هذا المجال ولله الحمد والمنة. نرى في برامجها وفيما تنشره بعضا من هذا الخير الذي نريده إن شاء الله جل وعلا أن يعم وأن تحذو جميع المواقع وجميع الجرائد وجميع المهتمين، أن نحذو جميعا حذو هذا كما قلت هذا الاختيار الموفق. إذن هي إن شاء الله لقاءات للتواصي بالحق، هي لقاءات أراد أهلي وأراد إخواني في إدارة الموقع أن تكون نافذة لي على الكثير من أهلنا وعلى المواطنين في مدينتنا الغالية. نحاول فيها إن شاء الله في هذه اللقاءات أن نتدارس جملة من القضايا وجملة من المواضيع التي تهمنا جميعا، تهم البشرية جمعاء وتهم عالمنا الإسلامي وتهم بلدنا وتهمنا نحن كذلك في مدينتنا. باتفاق مع إدارة هذا الموقع المبارك اتفقنا على بعض المحاور التي هي ستكون الإطار الناظم لكل مداخلاتنا ولكل ما نلقيه في هذا الفضاء على جميل مسامعكم. المحاور هي كالتالي: صيام رمضان في زمن كورونا كوفيد 19. المحور الثاني: أسرتك في رمضان.
المحور الثالث هو كيف أو قيمنا الحضارية في امتحان كورونا، ثم المحور الرابع أسجد واقترب، ثم رمضان فرصة ذهبية للإصلاح والتغيير، ثم المحور الأخير بناء الإنسان سبيلنا إلى النهضة والعمران. لو تأملتم معشر الفضلاء، لو تأملتم هذه المحاور التي اتفقنا مع إدارة الموقع على مدارستها والمذاكرة حولها، تجدونها سوف تجدون أنها تنم عن إرادة قوية منا جميعا، مني شخصيا ومن إدارة الموقع، ولعلها من الجميع، في أن نغتنم هذه الفرصة، فرصة الحجر الصحي مع رمضان المبارك، لنحاول جميعا إعادة تقييم اختياراتنا وحياتنا، لأن رمضان وهذه المحنة بالذات، محنة كورونا في هذا الجو ومع حلول شهر رمضان، هي فرصة لتقييم الذات، لعقد مصالحة مع الذات وتقييمها في الكثير من، كما قلت، من أفكارنا، من قناعاتنا، من خياراتنا، من قراراتنا. إذن هي مناسبة كما قلت لنجلس جميعا هنيهة مع هذه الذات، الذات العامة والذات الخاصة، سواء كنا أفرادا أو جماعة أو أمة. ما هي اختياراتنا كأمة؟ ما هي اختياراتنا كشعب؟ ما هي اختياراتنا كأفراد ننتمي إلى هذه الأمة التي نشرف، كما أقول دائما، بالانتماء إليها. إذن هي كما قلت أحبتي الكرام محاور مهمة وذات أولوية وذات قيمة وذات وجاهة. إذن نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى بمعيتكم، بمداخلاتكم، بأسئلتكم، بما تقترحونه، ستعمل إدارة الموقع على جمع هذه المقترحات وعلى جمع هذه الأسئلة، إن كانت هناك من أسئلة ستجمعها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنعمل على التفاعل معها في هذه اللقاءات الحوارية التي نعقدها من خلال هذا الموقع، موقع القناطرة 36. إذا نحن أيها الإخوة الكرام تعلمون أن في هذه الأزمة، أزمة كورونا كوفيد-19، اختلفت الشعوب واختلفت الأمم في تعاطيها مع هذه الأزمة، وهذا الاختلاف ظاهر بين من خلال آثاره في الواقع. الواحد منا إذا تأمل في العالم يلحظ أن كل أمة اختارت منهجا ما في تفاعلها مع هذا الحدث، مع هذه الأزمة، هذه الأزمة التي خلخلت النظام العالمي بأسره، هذه الأزمة التي أحلت ضجة كبيرة ما كنا نتصورها وما كنا نعتقدها، بل ما كانت تخطر على بال أحد. هي في علم الله جل في علاه الذي يدبر أمره ويدبر ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى، والمؤمن يعتقد دائما أن تدبير الله جل في علاه فيه خير، ويطمئن لهذا التدبير، فيه خير وفيه حكمة وفيه رحمة واسعة، لا يخلو أمر الله من هذا. إذا قلت الأمم وفق هذا الأمر أو في تعاطيها مع جائحة كورونا اختلفت اختلافا بينا، وهذا ينم عن اختلاف مرجعياتها. مرض هذا الاختلاف والاختلاف مرجعياتها، اختلاف ثقافتها، اختلاف قيمها. إذا الفعل هو ابن القناعة، فعلك في الواقع هو إفراز طبيعي لقناعتك الشخصية، لعقيدتك، لمرجعيتك، لثقافتك، لإيمانك. السلوكيات أو الممارسات في الواقع هي في الغالب الأعم هي تنعكس، هي مرآة عاكسة لعقيدة. إذا نحن أيها الإخوة الكرام في بلدنا وفقنا الله جل وعلا إلى خيار أعتقده موفق، وسيحمده لنا التاريخ إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسيبقى مدونا أننا كبلد اخترنا أن نحافظ على الأرواح وأن نحافظ على الأنفس في مقابل المحافظة على المصالح التي هي معتبرة، مصالح اقتصادية وتجارية وما إلى ذلك. تلاحظون أن بعض الأمم تأخرت في إنجاد أهلها، أنها تأخرت شوية. لماذا تأخرت؟ إن كان الحساب الاقتصادي، كان الحساب حساب المصالح والمنافع، كانت رؤوس الأموال ضاغطة على السياسيين لاختيار وجهة ما،
نحن أيها الإخوة الكرام وفقنا، وكما أقول هذا توفيق من الله جل وعلا، وبتضافر جهود الجميع بأهل الحكمة عندنا، بأهل الخبرة عندنا، بأهل الرأي عندنا، انتهينا إلى هذا الخيار، خيار تقديم الحفظ على الأنفس على غيرها من المصالح، وإن كانت هي الأخرى معتبرة من الناحية الشرعية ومن الناحية الاقتصادية ومن جميع النواحي، ولكن أشدها اعتبارا وأقواها نظرا هو المحافظة على الأنفس. هذا الخيار أيها الإخوة الكرام، هذا الخيار النموذجي الأمثل، خيار لا بد أن يكون له تداعيات. خيار الحجر الصحي الذي دام الآن إلى الأسبوع السادس، إنما هو أيها الإخوة الكرام خيار أمة، خيار جماعة، ماشي خيار ديال مؤسسة معينة أو جهة معينة، بل هو خيار أمة اخترنا جميعا هذا الخيار، الذي هو خيار أن نحبس أنفسنا حتى لا يستشري هذا المرض. المحور الأول من محاور هذه المذاكرة وهذا اللقاء هو محور مرتبط بما نحن فيه، له ارتباط وثيق، هو رمضان في زمن كوفيد، في زمن كورونا. هذا الأمر طرحه الكثير من الناس، بل هو يطرحه عموم المواطنون، يطرحون هذا، كيف سيمر رمضان مع هذا الوباء. وتناسلت أسئلة من هذه القضية، تناسلت أسئلة، بعضها أسئلة متوهمة وبعضها أسئلة خاطئة، وبعضها إن لم نقل لا هي متوهمة ولا هي خاطئة، هي أسئلة ليست ذات أولوية، وسنقف على هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالأسئلة هي الأخرى تنم عن همك أنت، يعني كتشوف شي واحد كيطرح واحد السؤال معين، اعلم أنه هذاك السؤال هو الذي يهمه، وخصو يعرف واش فعلا هذا السؤال الذي يعكس هما، واش هذاك الهم حقيقي ولا هم متوهم، واش هم عنده أولوية ولا غير أنايا، لظروف ما، لضغط ما، لحيثيات ما، قدمت هذا الهم على غيره من الهموم. وأنا أعتقد والله أعلم أن بعض الأسئلة التي أظهرت هموما ما هي ليست، لا أقول ليست أسئلة مشروعة، ولا أقول هي أسئلة خاطئة، بل هي أسئلة ليست ذات أولوية، هي من حيث أولويتها هي متأخرة عن أسئلة أخرى. لأنهم اللي غنسولوا دابا مثلا كتلقى الناس كيسولوا تيقول لك سيدي واش راه رمضان في هذا الزمن، هذا في زمن كورونا، واش غنصوموا ولا لا؟ هذا سؤال أعتقد والله أعلم أنه ليس له وجه من الاعتبار. لماذا؟ لأنه ينم عن نوع من الثقافة الشرعية الهزيلة، ولأنه كذلك نعلم يقينا، عندنا قاعدة شرعية، أنه من الذي يفطر من ضمن الناس الذين يفطر؟ المريض أيها الإخوة الكرام. إذن هذا السؤال من أصابه، نسأل الله عز وجل يحفظ الجميع، من أصابه هذا الوباء ومرض به لابد أن يفطر. إذن هذا الأمر هو أمر طبي، ماشي عنده علاقة بالأمور الفقهية. الفقه حسم في المسألة، وقد حسم فيها القرآن الكريم من قبل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن الآية قاطعة في أن المريض يفطر، ولكن اللي عنده وهم ويجي واحد يبني عليه يقول لك لا راهم كورونا قد يمرضنا وقدر بكم كورونا وقد نمرضوا، إذن ما نصوموش. إذن هذا نوع من التوهم، لهذا قلت هو سؤال ليس بسؤال وجيه، بل هو سؤال وإن كان له شيء من الوجاهة هناك أسئلة أولى منه. طرح المواطنون سؤال مثلا، سولوا واش كيفاش غنديروا في التراويح في رمضان، سؤال وجيه. واش سيدي نصليو نأتم بالتلفزة، سؤال وجيه. واش سيدي غنأتم بالمذياع، واش نهزوا اللي ما غيأتمش بالمذياع واش يهز المصحف ويقرأ من المصحف، كلها أسئلة من الناحية الشرعية وجيهة، غير هي كنقول لكم ما عندهاش أولوية. وانا غنجي شنو هو السؤال اللي عنده أولوية أكثر من هذه. لا أقول هي أسئلة غير مشروعة، لا، أسئلة أيها الأحبة الكرام أسئلة مشروعة، وهذا لا ينبغي أن نذهب هذا نسلك هذا المسلك وأن نذهب هذا المذهب، لا، هي أسئلة مشروعة، ولكن أقول من حيث النظر في أولويتها هي متأخرة، وتنم عننا الهم ديالنا مازال ما عارفين شنو هو رمضان،
لان ملي كنسول غير هاد الامور هادي راه حقيقه رمضان والمقصد من رمضان غائب عني، والهم الذي ينبغي ان يكون عندنا جميعا ليس هو هذا الهم. ولهذا لابد ان نرجع وشويه ونقول نرتبوا الهموم ديالنا، وانذاك سنطرح الاسئله الحقيقيه، لانه من شان الخطأ في الاسئله ان نخطئ في الجواب وان نخطئ في مسارنا وفي كدحنا نحو الله سبحانه وتعالى. لماذا لم نطرح السؤال التالي؟ علاش ما نقولوش مع راسنا كيف سأحقق مراد الله عز وجل مني في رمضان؟ الله عز وجل خلقني لمقصد، خلقني لغاية، وشرع لي العبادات كلها شرعها لي لمقصد ولغاية، وشرع لي رمضان وفرضه علي لمقصد وغاية. وأقول كيف حقيقي مراد الله سبحانه وتعالى مني من الخلق، لاش خلقني، ثم من عبادته، ثم من رمضان. أيها الإخوة الكرام، إذا دبانا يا هو رمضان جاء، سأل الله عز وجل كما قلت في بداية هذا البث المباشر أن يهله علينا جميعا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا إلى عمارته بالشكل الذي يرضى به ربنا عنا. إذا هذه الأسئلة ذات التي لها أولوية، سؤال كيف أحقق مراد الله مني، كيف أحقق مقصد الله من رمضان، ثم بعد ذلك تأتي الأسئلة الأخرى، واش نصلي التراويح، واش رمضان هو تراويح فقط؟ التراويح أيها الإخوة الكرام هي سنة مؤكدة، نعم، وبعضهم خالف في ذلك أيها الإخوة الكرام، ولكنها تبقى في إطار النوافل والسنن. ولكن رمضان راه من أركان الدين، الصيام في رمضان من أركان الدين، علاش ما سولناش على هذا الركن؟ علاش نقولوا مع راسنا واش هذا الركن هذا واش يقدر يضيع مني ولا ما يقدرش يضيع مني؟ واش أنا غنصوم وفق ما أراده الله عز وجل ولا لا؟ إذا قلت هي هذه الأسئلة المركزية التي ينبغي أن تقض مضاجعنا، وينبغي أن تقلقنا جميعا، نكون جالس مع راسي وأفكر. ولهذا الإنسان يدير أولوية لهمومه ثم لأسئلته التي كما قلت هي انبثاق وهي ثمرة طبيعية لهمومك. لك يسول عن التراويح مرتبط، نعم الحمد لله، هم مشروع مرتبط برمضان، مرتبط بالصلاة، بصلاة القيام، ولكن قبل من هذا السؤال كما قلت أسئلة أخرى، هل سيقبل الله مني رمضان؟ واش غيجي رمضان هذا السنة وبحال رمضانات اللي هي في السنوات الفارطة؟ واش هذه هي الأسئلة الحقيقية أيها الإخوة الأحبة الكرام. نحن عندما نتحدث عن هذا الموضوع لا نريد أن نظهر من خلاله أن راه الناس في حالة شرود، في حالة بعد. نعم نحن قد يكون هذا متحقق في البعض، ولكن غيبش لماذا نطرح هذه الأسئلة؟ لكي نتعاون جميعا، تأخذ بيدي ونأخذ بيديك ويأخذ بيدنا الآخر، حتى نسلك في سبيل الله جل وعلا على يسر، وفي في 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 هون، وفي أمر في 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 وضوح، ونحن على علم بما يريده الله عز وجل منا. أنت أيها الأخ الكريم، نحن جميعا خلقنا لغاية لا ينبغي أن تغيب عنا. الأسئلة الوجودية التي تقض مضاجع الخلق، جميع الخلق، من أنا؟ ماذا أريد؟ لماذا خلقت؟ ما السبيل إلى ما أريد؟ هذه الأسئلة الوجودية هي التي تعطي المعنى لحياتك أيها الأخ الكريم. لماذا؟ من أنا؟ هذا سؤال في الهوية الوجودية، شكون أنت؟ ماشي غير يقول لي شكون أنت وأنا بحالي أنا والصبار يونس، لا، ماشي هذا هو السؤال. هو هويتك كإنسان له مرجعية، له ثقافة، له دين معين يؤطر حياته. إذا احنا كنا فعلا نقول بأن الإسلام هو الذي يؤطر حياتنا جميعا، من أنا؟ ومن شأن هذا السؤال أن يضعك على الطريق الأول في سبيل أن تسلك سبيل ربك ذللا. كيفاش نوصل عند الله عز وجل في يسر وفي هون؟ معشر أحبة الكرام، من أنا؟ أنت عبد. الإنسان مهما كان، مهما على شأنه، لأي مرجعية حضارية انتمى، لأي دين ولو يكون لا ديني، هو مشى ولجأ، طلع ولنزل،
كبر ولا صغار، هو عبد. وصف العبودية لا ينفك عن الإنسان مهما قال ومهما ظن في نفسه ومهما رأى في علمه وقدرته وقوته وجاهه وسلطانه، كل ذلك ما غيردوش حاجة أخرى، لا غيبقى عبد شام أبا. ولو يزداد في العلم، ولو يزداد في القوة، ولو يزداد في الجاه، ولو يزداد في السلطان وما إلى ذلك، يبقى هو عبد. وصف العبودية مرتبط به، لصيق به، لا ينفك عنه أبدا. فإما أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وفي ذلك شرفه، وفي ذلك عزته، وفي ذلك كبرياؤه وشموخه، وإما أن يكون عبدا للأغيار، لما دون الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نريد أن نعيش في حياة الدنيا عبوديات مختلفة، لا، نريد أن نكون إحنا ديال الله ولله ومع الله وبالله واقفون، إحنا هكذا نكون. إذن أنت أيها الأخ الكريم إما عبد، إما أن تكون عبد لله كما قلت في ذلك شرفك، ولا تختار تكون ذلك. قد يقول قائل واش فعلا إحنا يمكن يكون الإنسان عبد لغير الله سبحانه وتعالى؟ نعم، الله عز وجل يقول في محكم كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقدر الإنسان يعبد الهوى، الجانة ديالو، نفيسة. الإنسان يعبد مثلا المال، يعبد الشهوة، يعبد السلطان، يعبد كذا، يعبد الكثير من العبادات، الكثير من الآلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أخبرنا بأن هناك من سيتخذ إلها من دون الله، هذا أمر حقيقي وهو واقع متحقق في الواقع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى يصير عند بعض الناس إلها يعبد من دون الله جل وعلا، لأنه من صفات الإله أن يعبد، أن نأتمر بأمره وأن ننتهي بنهيه. وبعض المرات يكون أمر الله عز وجل هكذا وأمر الهوى هكذا في اتجاه آخر. فنحن إذا اتبعت أمر الله فأنت عابد لله جل وعلا، وإن اتبعت أمر غيره، أمر الهوى، فأنت عابد لهواك حقيقة وإن لم تصرح بذلك. فالواقع هو الذي يؤكد هذا الأمر، يؤكد واش أنت غالي في سياق العبودية لله سبحانه وتعالى، أم أنك في اتجاه آخر في سياق عبوديات مختلفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه سيكون من أمته، من الناس، من يعبد الدينار، من يعبد الدرهم، من يعبد القطيفة. تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المعنى الأول الذي ينبغي أن نستحضره جميعا في أذهاننا، وخصو يكون هذا الأمر لا ينفك عنا، ما عمرو خصو يحبس دائما. حنا جالسين وكنقولوا راه حنا نحن من عباد الله سبحانه وتعالى، وكيف نحقق هذه العبودية في كل أمر الله في حياتنا كلها؟ هذا هو الهاجس وهذا الهم الذي ينبغي أن يسكننا جميعا معشر الأحبة الكرام، يسكننا هم العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الهم معشر الأحبة الكرام ينعكس على الحياة، وينبغي للسلوك أن يترجمه الإنسان اللي كيكون فعلا يستحضره في كل أمره: واش هاد الفعل اللي غندير، واش هاد المشروع اللي غندخل ليه، واش هاد الاختيار اللي غنختار، واش هو في سياق العبودية لله سبحانه وتعالى أم في سياق آخر. إذا لو استحضرنا هذا المعنى، هو القائد هنا، هو الذي يقودنا. كن على يقين، كونوا على يقين جميعا أيها الأحبة الكرام، أننا سنسير على السبيل السوي والصراط المستقيم. إذا ما غاب هذا المعنى عنا، الإنسان سيتجه يمنة ويسرة، ستتشعب به السبل عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا قلت لك لابد أن نطرح الأسئلة الحقيقية، ليست الأسئلة المتوهمة، لأن هي التي تجعلك على أرض صلبة، وتجعلك إن شاء الله سبحانه وتعالى تسير في الصراط المستقيم. إذن هذا المعنى الأول، رمضان شرعه الله لك باش ترتقي في سلم العبودية. الوظيفة اللي قال لك الله عز وجل اللي خلقتك لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأتي رمضان باش كيكون منسوب التحقق بعبودية الله مرتفع جدا،
وهذا ستلاحظونه في حياتكم أيها الإخوة الكرام، ماشي عاد غير إنسان هذا هذه فتوى غنجيبوها جديدة أو لا عاد أمر عاد طاح علينا من السماء، لا أبدا، هو أمر تعلمونه، بل أنا عندي يقين أنكم تحسون به في رمضان. إحنا في رمضان ماشي هو في غير رمضان، في رمضان كتلقى راسك عندك همة وعندك واحد الانطلاقة في عبادة الله عز وجل. إذن فهذا أمارة تدلك على أن الله عز وجل خلى رمضان أو جعل لك رمضان لتزداد في مسلك العبودية لله سبحانه وتعالى. هذاك المنسوب، منسوب عبادة الله جل في علاه يرتفع عندك في رمضان. إذن هذا قضية خصكم واعي بها. إذن خلقني الله لعبادته وليس لعبادة غيره، وأنا عبد مهما مع عمر هذه الصفة غتمشي من عندي، فإما فخصني نكون عبد الله جل وعلا أو قد أكون عبدا لغيره، وفي ذلك ذلي ومهانتي وانكساري وخيبتي. الخيبة ديالنا هي هذه، حنا إنسان كيتلف هنا وهنا. إلا وعيتي بهذا المعنى قول ورمضان جعله الله لي لأزداد عبودية له. ولهذا أيها الإخوة الكرام اللي كنتأملوا في المقصد الذي لأجله شرع رمضان، وهذا مرتبط بالأسئلة الحقيقية اللي قلنا، مش الأسئلة المتوهمة، لماذا فرض الله علينا رمضان؟ راه مرتبط بهذا القديد العبودي. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. إذا الله جل وعلا بيّن لك أيها الأخ الكريم، بيّن لك المقصد هو أن تتقي، أنك تولي أن تنزل نفسك منزلة المتقين. هذا مقصد نصي، مش اجتهد فيه أنا ولا اجتهدوا فيه العلماء من قبلي أو لا اجتهد فيه شي واحد، لا، هذا مقصد الله جل وعلا هو الذي رتبه على العبادة، مش اجتهدنا فيه، لا، هو مقصد نصي، حكمة نصية، علة واضحة منضبطة بكلام الله جل وعلا، مش عاد غنجتهد فيه أنا. لعلكم تتقون، إنما الله جل وعلا يقول لك: إنما فرضت عليك يا أيها العبد، فرضت عليك رمضان بعلاش باش تنزل نفسك منزلة المتقين. ينبغي أن نعلم جميعا أيها الإخوة الكرام أن جميع العبادات لها مقاصد، ولا أديناها بلا مقاصد هي أشباح بلا أرواح، هي أجساد فقدت الروح. وتعلمون أنتم الجسد إذا فقد الروح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في واحد حديث رائع جدا وخصو ما يغيبش علينا أيها الإخوة الكرام، ما يغيبش عليك أيها الأخ الكريم، أنت دائما هذا الحديث عندك حاضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم، تأملوا معي، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. رب، وتأمل، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. بمعنى نشرح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سيق في سياق تحذيري، يحذرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من واحد المعنى في الصيام، تيقول لك عندك ولي عندك بالك انك تصوم صيام الجوعه والعطشه، ما عندك حتى حاجه، ما خديتي ولا شيء من صيامك. شنو خديتي من الصيام ديالك؟ خديتي انك جيعان وعطشان، مجرد انتهاء عن شهوتي البطن والفرج، وهذا اللي خديتي. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لماذا انتهى هذا المنتهى السيء هذا؟ لانه غاب عنه المقصد. ولهذا قلنا ما تغيبوش المقاصد في العبادة، اللي كيتقرب الله بشي عبادة خصو يراعي ما راعاه الله عز وجل. الله شرع لك الصلاة لواحد المقصد، خصك تجيب الصلاة وتجيب معها المقصد ديالها. الله عز وجل شرع لك الزكاة، شرع الزكاة وشرع معها المقصد ديالها، أنت تزكي ومع مراعاة كاملة حسب الوسع وحسب الاجتهاد وحسب الطاعة، حسب الطاقة، تحاول أن تراعي المقصد الذي جعله الله جل وعلا لهاته العبادة. وكذلك في رمضان نحن نصوم، وخص يكون عندك السؤال الأولوي، تقول: واش غنحقق ما أراده الله مني؟ في العبادات ينبغي أن يكون مرادك موافق لمراد الله سبحانه وتعالى، ماشي أنت صايم الغرض، ما لا، صايم لتحقق ما أراده الله، لتحقيق التقوى.
هنا يقدر يسول شي واحد يقول لي يا استاذ قبيله قلتي بانه راه المقصد هو العباده، ودابا ولا المقصد هو التقوى. لا، راه اصل المقصد من العباده هو التقوى. الا قال الله عز وجل في محكم كتابه يا ايها الذين امنوا اذا قال إن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، راه قال في سوره البقره في اوائل الى في الثمن الثاني قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون. اذا فالعباده التي هي المقصد من الخلق، التقوى هي المقصد من العباده. اذا انت غادي في واحد السياق ديال النسق مقاصدي يحكمك، وسلسله مقاصديه تحكم حياتك، ونسق متكامل. هذا النسق لا تخرج عنه، انت غادي كتعبد الله وفق واحد المنظومه من المقاصد. انت كدير العباده مع مراعاتك لهذا البناء الهندسي الجميل ديال مقاصد الدين. ومن ضمن هذه المقاصد كما قلت لكم ايها الاحبه الكرام، مقصد اش؟ مقصد التقوى لعلكم تتقون. هذا سؤال مشروع، وهذا يخلينا نرجعوا جميعا للصواب. ما نبقاوش نسولوا اسئله اللي هي ما عندهاش، بعضها كما قلت ما عندهاش معنى، بعضها كيبين على انه نحن في حاله شرور، بعيدين شاردين، بعيدين عن ما يريده الله، وبعضها وان كانت اسئله مشروعه بعيده ايها الاخوه الكرام. نقربوا، ارجع، هل اسئله حقيقيه؟ علاش خلقني الله؟ علاش شلع لي رمضان؟ واش نقدر ندابا الان نصوم رمضان وفق ما اراده الله عز وجل؟ اشنا هو كيفاش ندير باش نحقق مراد الله عز وجل مني؟ راه قالوا لي راه بانه خص مرادي ينبغي ان يكون موافقا لمراد الله سبحانه وتعالى. اعلموا معشر الأحبة الكرام أننا عندما نقول التقوى هي مقصد من الصيام، وكما قلنا هو مقصد النصيون، ماشي كنقولوا أمر اللي هو بسيط وأمر وسهل. التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية الله للأولين والآخرين، وكذلك وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واش بغيو تضيعوا الوصية ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دائما كان يوصي عليه الصلاة والسلام، يوصي دائما وأبدا بتقوى الله. لو تأملتم ما غتلقاو سيدنا رسول الله في الغالب الأعم، في الغالب الأعم، وهذا استقراء أغلبي ماشي قطعي، أي أنه في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه، في توجيهاته، في كلامه، لابد بعد حمد الله والثناء عليه، كانت الوصية الأولى اللي كتخرج منه عليه الصلاة والسلام اتقوا الله، عليكم بتقوى الله دائما أبدا. ونعطيكم نموذج أيها الإخوة الكرام، الحديث المشهور الذي نحفظه أو يحفظه الكثير من الناس، حديث العرباد بن سارية الذي رواه أصحاب الحديث والأثر، ومنهم أبو داود وكذلك الترمذي، واللفظ هذا للترمذي رحمه الله، عيسى بن محمد بن صورب الترمذي، قال بسنده عن رسول عن 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 العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت لها القلوب وظرفت لها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، إلى آخر الحديث. إذن أول كلامه، أول وصاياه عليه الصلاة والسلام هي تقوى الله. ويزداد الأمر خطورة وعظمة أن تقوى هي شرط القبول. يقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، بمعنى أيها الإخوة الكرام، تعلمون أن إنما هي أداة حصر وقصر، فيها حصر للقبول بهذا الشرط، بشرط التقوى. ورمضان عندك أيها الأخ الكريم فرصة ذهبية باش توصل لهذه المنزلة، منزلة المتقين. هنا في هذه اللحظة هذه وأنا أتحدث عن التقوى، وأستميحكم عذرا، لا أستطيع القراءة، قراءة تعليقاتكم في سياق كلامي، وكما أخبرتكم في مقدمتي
حديثنا أن الإخوة في إدارة الجريدة الإلكترونية، جريدة القرنطرة 36، سيجمعون تعليقاتكم وسيدرسونها، وإن كان فيها من أسئلة ومن اقتراحات ومن توجيهات سنعمل بها إن شاء الله عز وجل لاحقا. ولهذا اعذروني، لا أستطيع الحديث ثم النظر فيما تتفضلون به من تعليقات ومن أسئلة ومن أمور أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع، وكما قيل كل ينفق مما عنده. إذا قلت ونحن نتحدث عن التقوى، يقدر دابا شي واحد فيكم يسول واحد السؤال، وهو سؤال وجيه، سؤال له حظ من الاعتبار. يقول لك ما التقوى وما السبيل إليها؟ أعطينا جوج الأمور. إلا كان فعلا السؤال الحقيقي هو لماذا خلقني الله، وما لماذا الله لماذا شرع الله لنا رمضان، السؤال وقلنا للتقوى ونزداد تقرب إلى الله عز وجل، ونحقق في أنفسنا مفهوم العبادة ونتقرب إلى الله عز وجل، نزداد منه قربان، ما السبيل؟ ما هي التقوى وما السبيل إلى الوصول إليها؟ التقوى أيها الإخوة الكرام، بدون كلام كثير طويل قد يتشعب بكم، تسمعون الأساتذة الفضلاء جزاهم الله خيرا في دروسهم وخطبهم، نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى مساجدنا ردا جميلا، وإن شاء الله قريب هذا الأمر، نسأل الله أن يحقق الرجاء في دروسنا وفي خطبنا. الأساتذة كانوا يحدثونكم والخطباء والعلماء عن مفهوم التقوى، ويأتون لكم بالأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالآيات البينات. نقول لك شنو هي التقوى؟ هي من الوقاية، من حيث اللغة هي من الوقاية، والوقاية هو شي حاجة كيديرها الإنسان لكي يقي نفسه أمرا ما. الوقاية ما يفعله الإنسان ليقي نفسه المخاطر، ليقي نفسه الأضرار، ليقي نفسه شي حاجة اللي غتضره. ولهذا كنقول لكم أيها الإخوة الكرام، راه التقوى من هذا الباب، معناها تصطلاحي معناها شرعي هو هذا، هو أن تتقي ما يغضب الله عز وجل. هذا أهم مركز ينبغي أن يسكنك. إذا التقوى خاصني نكون مع الله، نكون في الموقع الذي يسر الله جل وعلا ويرضى به ربي عني، وما نكونش في الموقع الذي يغضب الله عز وجل ويغضب الله عني إذا كنت فيه. لأن الحياة ما كتبغيش، ما كاينش حاجة لا موقع، وما كاينش الإنسان اللي ما عندوش هنا ولا لهنا. لا، تختار نفسك أين تكون وتحدد وجودك فين تكاين. ولهذا كل من التقوى أنك في حياتك توطئ نفسك في كل ما يحبه الله عز وجل، وتبعد نفسك وتحفظها من كل الأمور التي تسخط ربك جل وعلا عنك. هذه هي التقوى. حنا حتى في الدارجة إلى شي واحد سولك على شي واحد، قال لك بغيتك تقول لي فلان شكون هو، إلا كان هاد فلان، هاد السيد هذا، كتشوفوا مع أهل الصلاح ومع أهل الصلاة، وكتشوفوا ديما في مواطن الخير، وكتشوفوا مهم في حياته مدارها على الخيرات، ولا سولك شي واحد عليه، كيصعب عليك تقول لي راه كيصلي وكيصوم وكيدير وكيدير وكيدير، كتقول لي وداك الإنسان كيتقى الله. هذه اللي كيقولوا في الدارجة. ما معنى كيتقى الله؟ أي أنه اجتمعت فيه خصال الخير. الله عوض اللي تقول لي راه كيصلي وكيزكي وراه كيصوم وراه عنده أخلاق فاضلة وراه في مكان شي خير كيكون فيه وكذا وكذا، هادشي كله جمعناه، وهذا هذا هذا من الفطنة الشرعية، وهذا الكلام له أصوله الجامعة، يعني التقوى جامعة لكل خير. لهذا المغاربة ملي كيقولوا كيسولوا على شي واحد يكون داك اللي سولوا عليه فعلان على خير، تقول لي داك الإنسان وراه كيتقى الله. هي هذا هو المعنى ديال التقى الله، أن هذاك السيد لا يرى إلا في مواطن الخير. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، جا شي واحد سولوه قال ليه قل لي شنو هي التقوى، قال لي أما سلكت طريقا فيه شوك، شي مرة كنتي دستي ولقيتي الطريق فيه شوك؟ قال لي نعم الله أودي، مررت بطريق فيه شوك. قال لي وما تصنع؟ قال لي أشمر وأحاول ألا تطأ قدمي الشوكة، ما نحاول ما نلقيش الشوك. قال لي تلك هي التقوى، تلك هي التقوى، أنك في كضحك نحو الله،
في سيرك نحو الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في هذا الكدح، في هذه الطريق، في هذا السبيل الذي أنت تسير إليه، لابد في طريقك أنك تلقى المطبات والعراقيل والحفت. الجنة حفت بالأش بالمكاره، بالمصائب، بالفتن وما إلى ذلك. هذه العملية ديال تجاوز المطبات وتجاوز المصائب وتجاوز هذه الكوارث التي تحدث لك، هذه هي التقوى. أنك تشوف في طريق فيها شوك كتبعد عليه، كتشوف حفرة كتبعد عليها. هذه العملية ديال أنك تحاول لا تتعثر في طريقك وأن لا يقع لك شيء، هي عملية التقوى أيها الإخوة الكرام. سيدنا علي رضي الله عنه أعطاها معنى آخر ومعنى جميل، وهو معنى يحاول فيه أن يوضح لك كيف تسير في سبيل التقوى. هي كأنها أعطاك علي رضي الله عنه معالم في طريق التقوى. قال: التقوى هي الخوف من الجليل، مخافة الله. وفعلا رأس مال التقوى خشية الله عز وجل، تخاف من الله سبحانه وتعالى. راه أيها الإخوة الكرام، كثير من مشاكلها مرده إلى أننا خوف الله ما كنصحضروش. ماشي كنقول ما كنخافوش من الله، يصعب أن تجد إنسانا لا يخاف الله، يصعب، بل وينذر أن تجد أحدا لا يخشى الله. لا، نخشى الله، ولكن خشيته ننساها، تصيبنا الغفلة فتنسينا الخوف من الله، تنسينا مقام الله، مقام الجلال والجمال، مقام العظمة والكبرياء. فهذا عندما ننسى كنديروا لي. ولهذا علي رضي الله عنه أعطاك هذا هو المعلم الأول، الخوف من الجليل. إلا كتخاف من الله راك غادي في التقوى. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، العمل بما فرضه الله عليك. أنك تعرف راسك راك عبد، والعبد خصو يتابع، خصو يشوف ما أمره به مولاه. أمرك مولاك بتوحيده، ودون التوحيد لا يقبل الله جل وعلا منا صرفا ولا عدلا. أول ما نعبد الله به أن نوحده جل جلاله، لا إله إلا الله، لا معبود في هذا الوجود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما أنزل مع الأنبياء، أول ما نزل به الأنبياء توحيد الله عز وجل. إذن هذا رأس الأمر، رأس العبادة توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم أمور أخرى من صلاة وكل ما فرضه الله جل وعلا عليك. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. الذي يتعب الناس أيها الإخوة الكرام في هذه الحياة هو تعلق بما عند الناس. إنسان كتلقاه عينه هنا وعينه اللي بغي عند البغي اللي عند هذا، وبغي اللي عند الآخر، وبغي اللي عند الآخر، فيشقى مسكين. خليك أخي، خليك في داك الشيء اللي عندك، احمد الله عليك وارضى بالقليل. لا أقول لك ارضى بالدون أبدا، دين الله جل وعلا يعلمك أن تنطلق، أن تسعى في الأرض، أن تسعى في رزق الله جل وعلا، سواء كان رزقا ماديا أو رزقا علميا، كل أنواع الأرزاق، ولكن مع الرضا بقليلها وعدم تعلق القلب بملذات الدنيا ونسيان الله ونسيان الآخرة. إذا جعلت الدنيا أكبر همك ضعتي. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم من هموم الدنيا لا يبالي الله في أي أوديتها هلك. اجعل رضا الله ولقاء الله هو الهم ديالك، وارضى بما قسم الله عز وجل لك. العمل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أهل التقى الذين يعبدون الله والذين هم في خشية دائمة من الله جل وعلا، راه دائما عندهم استعداد للرحيل. ما عرفناش أيها الإخوة الكرام ساعتنا فوقاش تجي. واش في هذه اللحظة أنا داير معكم هذا المباشر وما عرفناش واش غدا تقول الأستاذ اللي مسكين كان داير مباشر البارح داه الله، لا إله إلا الله، مسكين رحمه الله، الله يرحمه، الله يوسع عليه، ولا شي واحد كان كيصنط لينا أو لا كذا، لا نعرف. ولكن المؤمن
يحدث نفسه باليوم بالموت ليراجع حساباته، ليراجع نفسه باش يحاول يضرب الفقد في راسه، يضرب الفقد في الاختيارات ديالو، يضرب الفقد في القناعات ديالو، يضرب الفقد في المواقف ديالو، يضرب الفقد في موقعه في الحياة فين هو. وإلا كانت هذا النظر الاستعداد للرحيل دائم عندك، كن على يقين والله ستكون على خير. نعطيك واحد مثال، مثال صارخ تسمعونه كثيرا وواضح ودال. يقول علي رضي يقول عمر رضي الله عنه: لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت الله أن يسألني عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ وتأملوا معي، الله يجزيكم بخير، هذا هو الاستعداد للرحيل. عمر رضي الله عنه ضرب الهم ليوم اللقاء، ليوم القيامة، اليوم اللي غيتلقى مع الله عز وجل وغيسول واش درتي. هو خايف ماشي على الناس اللي كانوا تحت ولايته، لا، خايف حتى من البغلة. بغلة تعثر في العراق عندك، هو في المدينة عندك تعثر، وربي يسولني يقول لي يا عمر علاش ما سولتيش لها الطريق. شوف إذا ماذا ثمرت العقيدة، ماذا أثمر توحيد الله عز وجل، ماذا أثمر ركن من أركان العقيدة، هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بلقاء الله عز وجل. يثمر التنمية، يثمر النهضة، يثمر العمران، يثمر الإصلاح. وسيأتي إن شاء الله عز وجل من محاورنا التي سنتحدث عنها، ومحور بناء الإنسان سبيلنا إلى التنمية والعمران. إذن علي رضي الله عنه حدد لك أيها الإخوة الكرام، حدد لنا جميعا كيفاش يمكن نفهموا التقوى. لعلكم فهمتم بدون كلام طويل ولا كلام كثير، التقوى هي هذا الأمر، هي أنه تقي الله عز وجل. وهذا الشيء اللي أعطاك أبو هريرة رضي الله عنه وأعطاك علي رضي الله عنه هي بمتامة المعالم التي تدلك على الطريق حتى تسير في طريق الله عز وجل. سؤال آخر وبه نختم، وهو على كذلك قدر كبير من الأهمية والاعتبار، سؤال كيقول فيه الله سبحانه، كيقول الإنسان يسأل ولا وأراك أنت في هذه اللحظة كتسؤل راسك كتقول كيف أصل إلى التقوى، كيفاش ندير نحقق التقوى في رمضان، كيفاش نحقق مقصد الله من الصيام، كيفاش هذيك لعلكم تتقون اللي قال لي مولانا تهي أنا نولي من أهلها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بغيت أن هذيك لعلكم تتقون وكيفاش نوصل لها، خصك تبع صفات المتقين. ممكن ندير، هذا هو السؤال، كل واحد فيكم تقول لك أستاذ فهمنا، فهمنا بأنه المقصود من 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 رمضان هو التقوى الله، وفهمنا معاك ما معنى التقوى، ولكن كي نديروا الحق التقوى أيها الإخوة الكرام؟ سبيلك إلى التقوى تعرف بعدا شنو هي صفات المتقين، وتحاول تقمصها، تحاول تتصف بها. هذه الصفات ذكرت في مواطن عدة من القرآن الكريم. لا جديد بنت الآن تأملتي القرآن من سورة البقرة وانت كتقرأ غتلقى الله جل وعلا يحدثك في كل موطن عن صفة من صفاته، من صفات المتقين. أحيانا تكون مجتمعة مفصلة، وأحيانا تكون مفرقة، وأحيانا في موطن آخر ذكرها بقواعد كلية، أو قل هي صفات كلية جامعة. احنا بغينا هذه الصفات الكلية الجامعة هي اللي غدلنا على هذا المقصد. جاء في سورة آل عمران في الآية 33 بعد المئة، والرابعة 33 بعد المئة، والخامسة 33 بعد المئة، جاء هذه الأوصاف الكلية. وبغيتكم الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين، بغيتكم تأملوها. إلا تأملتها كونوا على يقين، غتلقوا بأنه غتحقها في رمضان، وهي أقرب من الصائم لغيره، يقرب من الصائم. يقول الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه هي الصفات الكلية للمتقين، هذه هي الصفات لو تأملتها. ودابا راه كنشوف فيك راك كتحاول تدبرها، نعاودها باش نعاونك ونتعاونوا جميعا. نعاود هذه الثلاث آيات: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكأننا وقفنا قلنا له يا رب صفهم لنا، جلهم لنا، قل لنا شكون هم هاد المتقين اللي هما احنا راه سيفوزون بالجنة وتطلب منا أن نكون معهم حتى نفوز بما فازوا. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآية. إذن ذكرت لك الآيات صفات المتقين، ذكرت لك صفة المسارعة، هي تقدمت على الموصوف وغنذكروا علاش المسارعة، ذكرت لك صفة الإنفاق في سبيل الله، ذكرت لك صفة كظم الغيظ والعفو عن الناس، وذكرت لك صفة التقوى. هذه الصفات لو تأملتموها قتلقوا هي صفة ديال الصائم. والله عند التأمل غير ديروا بالكم معايا شي شوية ومليس لهذا البث المباشر، رجعوا وتدبروا شوفوا هاد الصفات، صفات المتقين. اسمحوا لي الوقت ما قدر نتجاوزه، ما حسبش الوقت كما ينبغي. أي نعم نحن في الوقت، بقت لنا دقائق معدودة بإذن الله سبحانه وتعالى ونختم، وفعلا هي التي ستكفينا بإذن الله سبحانه وتعالى. عندما سينتهي هذا البث المباشر أريد منك أن ترجع وتمشي المصحف، تهز المصحف تشوف هذيك الآيات والمواطن في هذيك البلايصة فين جات، وشوف هذيك الصفات غتلقاها يقينا هي صفات الصائم. الصائم من صفاتك أنت في رمضان ترى في نفسك تسارع إلى الخير، سارعوا كتحقها، غير احنا كنحقوها بنسب متفاوتة، ولكن عندي يقين أن واحد الغالبية من الناس يسارعون، غير سرعة المسارعة هي تختلف. هناك من يسارع بقوة وكتلقاه يشمر في رمضان وتجتهد، وكاين اللي هو يسارع ولكن مهم شوية بركة، وهكذا هناك المتوسط وهناك الذي يسارع بقوة، وهناك المقتصد الذي وهناك الظالم لنفسه اللي هو في غيه، وتلك فئة اعتقد انها قليلة. الفئة الكثيرة انه كاين مسارعة ولكنها كما قلت كاين هناك بطء في هذه المسارعة، وهذا امر ملاحظ. سارع اذا كاين المسارعة الى الخير، كاين انفاق في السراء والضراء، وكاين شحال من واحد ما كينفقش في غير رمضان، ولكن كيجي رمضان كينفق شي بركة. لا نتحدث عن كميتها وعن قدرها، ولكن تحس في نفسك عندك رغبة في الانفاق، وترى أنك تنفق في رمضان بنسبة تكبر عن نسبة الإنفاق في غير رمضان، وهكذا كتلقى راسك فيك واحد العفو من الناس. رمضان ينمي فيك الإحساس مرهف، كيولي الصائم عنده إحساس مرهف، واللي هي صفات المتقين. أولها كما قلت سارعوا المسارعة إلى الخير، ثانيها الإنفاق في سبيل الله، ثالثها الكظم الغيظ، ورابعها أو خامسها التوبة إلى الله عز وجل. إذن هي خمس صفات لو تأملتموها قلنا هي صفات المتقين، وهي في نفس الوقت هي أخلاق، هي قيم أخلاقية. والأخلاق كما لا يخفى عليكم ثلاث أقسام: أخلاق يتخلق بها العبد في علاقته مع الله، وأخلاق يتخلق بها العبد في علاقته مع نفسه، وأخلاق يتخلق بها العبد في علاقته مع الغير. المسارعة خلق
تتخلق به في علاقتك مع الله. التوبة خلق تتخلق به في علاقتك مع الله. الإنفاق في سبيل الله خلق تتخلق به في علاقتك مع الغير. كظم الغيظ خلق تتخلق بها خلق تتخلق به في علاقتك مع غيرك. إذن هذه القيم، هذه المواصفات هي قيم أخلاقية. لماذا؟ لأن التقوى هي أصلا هي جماع الأخلاق الفاضلة. التقوى هي جماع الأخلاق الفاضلة، ولكن الأخلاق بمفهومها العام التي هي فيها جزء يتخلق فيه العبد في علاقته بالله، أخلاق لها علاقة بالله، أخلاق لها علاقة بالنفس، وأخلاق لها علاقة بغير الله سبحانه وتعالى. إذا رمضان هو من مقاصده الارتقاء. إذا قلت انقطع البت، قلت إن رمضان فرصة ذهبية للارتقاء الأخلاقي، سواء في علاقتنا مع الله أو في علاقتنا مع أنفسنا أو في علاقتنا مع غيرنا. سنتم بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بإذن الله جل في علاه. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن يمر علينا هذا الشهر المبارك في خير وفي يمن وفي سعادة وفي سلم وسلام وأمن وأمان. وأطلب منكم أن تحاولوا التفكر وتدبر في مراد الله منا. أشنو بغى الله منا؟ مش شنو بغينا احنا من راسنا، لا، أنت مش عبد لهواك، أنت عبد لله. أشنو بغى الله منك؟ واغتنم فرصة الحجر الصحي، واغتنم فرصة رمضان لتفكر في هذه القضية، لتفكر فيما يريده الله جل وعلا منك. آنذاك ستكون على وضعت رجلك على بداية الطريق الصحيح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.